سؤال اسمه adjective order، ركز لي على الاوردر، دائما يجيب الاوردر، لا ترى تجيب على شكل اختيارات مثل then. خلي ببالك شبابنا الاعزاء انه بالبدايه لازم تخلي الصفه العامه، خلي الصفه العامه، وراها تخلي حجم، ورا الحجم تخلي عندنا بس كلمه كيرلي اللي هي شكل، وراها تخلي اللون، وراها يجينا الاسم. هني ذن الاربع مهمات جدا حبيب قلبي. زين نجي هنا، هنا عندنا بس هاي الكلمه التي تبدا بالصفه العامه، اذا خلص هي هاي الاختيار الصحيح، روح وراها. استاذ هنا عندنا صفه عامه وهنا عندنا صفه عامه، ياهم من عندهم، نشوف الكلمه اللي وراها. هنا عندنا لون وهنا عندنا الشكل، اذا انا عندي اللون، عندي صفه عامه وشكل، يلا يجي اللون. اذا يا هي يا هي، اذا هاي اشوفها ايه، هاي راح يصير جوابنا. زين وراها هنا استاذ دقيقه، هاي الاقلي صفه عامه بس انا هم عندي هنا صفه عامه، ايه نشوف الوراها، الوراها من هي يابا، عندي ليتل حجم و اولد عمر، لو عمر وحجم هنا راح يساعدني مشكله، ايش راح نخلي؟ لا نخلي العمر وبعدين العفو الحجم وبعدين، لان الصفه العامه يجي وراها حجم مباشره. ايش حكي؟ اذا هذا الجواب. نجي على هاي هنا استاذ، هاي سترونج بينك، طب ايه هي هاي اللي تبدا بالصفه العامه، اذا هي هاي جوابي. شكرا جزيلا.